رمضان التوبة والصدق. اجعل في جدولك في رمضان انك ما تفوت سنة الفجر اللي هي ما بين الاذان والاقامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. جدولك في رمضان اقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام اجود الناس، كان يكثر من الصدقات طوال العام، وكان اجود ما يكون في رمضان، اي انه كان يكثر من الصدقات في هذا الشهر الفضيل. تفقد حاجات من حولك، تفقد المحتاجين، ولا شك ان افضل الصدقه سقي الماء. جدولك وهدفك في رمضان المحافظة على الصلوات الخمس والصف الأول جماعة مع المسلمين، وأنت تتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن المساجد كان حقا على الله أن يدخله الجنة. كان الامتحان فيما مضى صلاة الفجر، والآن الامتحان في رمضان صلاة الظهر والعصر. ها أنت عرفت فبادر وتذكر حقا على الله أن يدخله الجنة. جدولك في رمضان حبيبي الغالي، تذكر دائما بأن الدنيا مواسم، وخير مواسمها دخول شهر رمضان. فكم من مرضى ينتظرون زيارتنا وتفقدنا لأحوالهم. وتذكر دائما حديث الإمام أحمد عن جابر الذي صححه الألباني: من عاد مريضا غاص في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. فلا تضيع مثل هذه الأجواء. جدولك في رمضان أذكار الصباح والمساء لا تخليها، والجلسة من بعد الفجر إلى طلوع الشمس في المسجد فيها الخير العظيم. شهر رمضان شهر قصير لا يحتمل التقصير، الله يجعل والديكم الجنة. جدولك في رمضان، بما أن رمضان موسم إجازة وموسم طاعة، فما أجمل أن يكون لك في بيتك مجلس ذكر يتم فيه مدارسة القرآن الكريم أو تصحيح تلاوة أو قراءة كتاب هادف لأولادك. جدولك في رمضان، حاول تتواصل مع أرحامك وأقاربك أما بزيارة أو اتصال أو رسالة، واحتسب في ذلك الأجر، عمل قليل وأجر عظيم. جدولك في رمضان لابد يكون كالتالي: مع الأذان تكون في المسجد، عود نفسك على التبكير، أخرج من هذه الدورة الرمضانية الربانية وانت خلاص متعلق قلبك في المسجد. جدولك في رمضان اجتهد في تلاوة القرآن، واعلم رعاك الله أن في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلذلك يا أخي المبارك، يا أختي المباركة، لا تفرطون بهذا الشهر الفضيل. جدولك في رمضان، حاول قدر الاستطاع فترة العصرية أنك تساهم في تفطير الصائمين. أقرب مخيم لإفطار الصائمين قل لهم أبغى تطوع لوجه الله عز وجل، وساهم في تفطير الصائمين بجهدك. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائم فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء. والله لذة عجيبة.